أفادت يومية المساء أن فرق الدرك الملكي ببعض الإقامات الملكية قد تم تغييرها بفرق أمنية أخرى دون أن تعرف الأسباب الحقيقية. يعتبر البعض أن التعليمات الصادرة من القيادة العليا للدرك الملكي، في حين كشفت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بقرار لمديرية القصور، وكانت آخر غضبة ملكية على الدركين المكلفين بحماية القصور في عهد الجنرال السابق حسن بن سليمان، إذ أشار الجنرال دو ديفيزيون محمد حرموك بعد أسبوع من تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي على قرار عودة عناصر فيالق الشرف إلى القصور والإقامات الملكية على الصعيد الوطني، بعد غضبة الملكية على أفراد فيالق السرية دامت حوالي سنة ونصف أبعدت على إجراء العناصر المكلفة بالقصور وجرت عودة بعناصر أمنية أخرى.